الحصة احنا بنسجلها عشان لو احتجتيها ابعتلك اللينك تتفرج عليها تاني، ماشي؟ بحيث تمام استفادي بيها اقصى استفادة. كده يا مستر، هيبقى أب الدرس بتاع النهاردة اللي هو المالتيبلاينج والديفايدنج، احنا جريد 7 مات فيرست تيرم يونت 1 ليسون 4 مالتيبلاينج اند ديفايدنج. مالتيبلاينج بتاع اه الديسم الراشنال نمبر كنا خدناه قبل كده، اللي 5 اوفر 4 مالتيبلاي 2 اوفر 3 مثلا، كنت بعمل ايه؟ نيموريتور باي كنا نيموريتور. نمريتر باي نمريتر والدنومينيتر باي دينومينيتور 5 باي مالتيبلاي دنومينيتر. 2 10 4 مالتيبلاي 3 12. 5 مالتبلاي 2 يدينا 10 و4 مالتبلاي 3 يدينا 12. دي كان طريقة الملتبلاي بتاع الايه الفراكشن. طب لو ديفايدنج، لو ديفايدنج نعمل كروس، تعمل ايه؟ نعمل 5 ديفايدد، يعني هنعمل الدنو يعني هنعمل وريه واحدة النومريتور العادة هو ديفايدد من واحدة واحدة النومريتور. ممكن من ربع ساعة. يعني هتعملي كام ملتبلاي كام يعني؟ يعني هعمل 5 multiply 3. ماشي صح، وحطها في النمريت. تقريبا 5 multiply 3 يدينا 15، ونحطها في النوميريتور. لأن عندنا النهاردة رياضة، يبقى 30، يبقى 15 و 4 multiply 2 equal 8، حطها تحت هنا، ماشي؟ ماشي دي طريقة. في حد ايه دي بتلخبطه، فيعمل ايه؟ فبيكتب الأولاني ده زي ما هو 5 over 4، ويحول ال divided دي، divided دي يحولها ل multiply، ويشقلب ال fraction ده، بدل ما هو 2 over 3 خليه خليها 3 over 2. equal، واعمل بقى numerator by numerator و denominator by denominator. 5 multiply 3 15 و 4 و multiply 4 2. multiply 2 equal 8. تمام كده، دي طريقة الايه، تمام، المالتبلاي دي والديفايدنج. طريقة ال multiply و divide. طيب في بروبرتيز للمالتبلاي والديفايدد، بس الاول اقول لك القاعده بتاعت البوزيتيف والنيجاتيف والنيجاتيف والبوزيتيف والحاجات دي. في المالتبلاينج مختلفه خالص عن الاديشن والسبتراكشن. تمام. بيقول لي لو، بس هي قاعدتها بسيطة، بيقول لي والله لو الاتنين مختلفين، القاعدة بتاعت الاتنين اللي ورا بعض دول دي مش هنا، لأن هنا ملتبلاي على طول، ماشي؟ لكن احنا بنتكلم ماشي. مثلا نيجاتيف 5 ملتبلاي نيجاتيف 3 مثلا، أو 5 ملتبلاي نيجاتيف 3، او نيجاتيف 5 مالتبلاي 3، او 5 مالتبلاي 3. هما دول الايه، الاربع حالات بتوع ان الاتنين يكونوا نيجاتيف، او التاني هو اللي نيجاتيف، او الاولاني هو اللي نيجاتيف، او الاتنين بوزيتيف. الاثنين بوزيتيف، قال لي والله لو هما متشابهين سيميلر، نعملهم زي ما هم 5 تايمز 3 يدينا 15. لا سيميلر طلعهم بوزيتيف، ديفرنت طلعهم نيجاتيف. مالكش دعوة بقى بالكبير والصغير. يعني انت اعمل ملتبلاي عادي 5 ملتبلاي 350. ونحط النيجاتيف. لا قال لي لو الاتنين متشابهين نيجاتيف ونيجاتيف خلاص تطير مع بعض تبقى بوزيتيف. خلاص يعني انا قصدي زي 5 تايم نيجاتيف 3 5 تايم نيجاتيف 3 يدي دول نيجاتيف 15، 15. طيب ونحط سين لو نيجاتيف. احط النيجاتيف ليه؟ لانهم مختلفين. 5 ملتبلاي 3
15 ومختلفين 15 يبقى ونحط النيجاتيف 5 multiply و5 3 times 3 ايه 15 لأنهم متشابهين. طيب تمام كده. دي طريقة الايه المالتبلاي والديفايدد والقاعدة بتاعت الايه الساين. المفروض بقى دلوقتي ناخد البروبرتيز بتاعتها الكلوجر والكوميوتيتيف والاسوشيتيف والمالتيبليكيتيف ايدنتيتي والمالتيبليكيتيف انفيرس. بس احمد اللي هو معاك كده عمال يقول لي انا هدخل هدخل. كنت أخدت الحاجات دي قبل كده؟ اي يا مستر. ماشي. اه احمد وصل اهوت. يا احمد ازيك؟ يا مستر عامل ايه؟ الحمد مش لله عارف حبيبي. فيه. انت مش عارف في ايه، ما كانش عايز يخش. ماشي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. احنا معانا حنان تحضر معانا الحصة دي. ماشي ايه؟ معانا حنان بتحضر معانا الحصة ديت. طيب ماشي اوكي ماشي. احنا بدأنا من ساعة في ميعادنا وعملت لها ريفيجن بقى على الحاجات اللي احنا اخدناها قبل كده ووصلنا لحد الدرس بتاعنا اللي هو المالتيبلاينج والديفايدينج. طيب ماشي. كنا احنا قلنا في المالتيبلاينج كنت بعمل نوميريتور باي نوميريتور ودينوميتور باي دينوميتور صح؟ ولو ديفايدينج كنت بحط الاولاني زي ما هو واعمل الديفايد دي مالتبلاي واشقلب الفراكشن الايه التاني 2 اوفر 3 اخليها 3 اوفر 2 واعمل مالتبلاينج عادي نيموريتور باي نيموريتور ودينوميتور باي دينوميتور. تمام. ماشي وخدنا دلوقتي القاعدة بتاعت الساين لو نيجاتيف نيجاتيف او بوزيتيف نيجاتيف او نيجاتيف بوزيتيف بعمل ايه بشوف لو هما متشابهين احط بوزيتيف لو هما مختلفين احط ايه النيجاتيف. يعني نيجاتيف 5 ملتبلاي نيجاتيف 3 بعمل 5 ملتبلاي 3 15 نيجاتيف نيجاتيف تطلع ايه بوزيتيف. البوزيتيف. برافو عليك. 5 ملتبلاي نيجاتيف 3 برضه 15 ودام مختلفين تبقى نيجاتيف نيجاتيف. ودي برضه مختلفين تبقى نيجاتيف ودي بوزيتيف بوزيتيف متشابهين يبقى بالبوزيتيف. تمام كده تمام. ماشي. المفروض دلوقتي هناخد بقى البروبرتيز بتاعت الايه المالتيبليكيشن والديفيجن. البروبرتيز زي ما احنا اخدناها قبل كده في الاديشن والسبتراكشن عندي حاجة اسمها كلوجر. تمام. وحاجة اسمها كوميوتيتيف. حاجة اسمها associative. صح. حاجة اسمها associative. وحاجة اسمها multiplicative inverse وmultiplicative identity. ماشي multiplicative identity حاجة اسمها multiplicative inverse. دول زي الاديشن بالظبط في واحدة بس زيادة للmultiplication اسمها ليه distribution. الاول closure دي معناها ايه؟ معناها زي الاديشن والسبتراكشن كده لو انا عملت rational number multiply rational number
لازم الانسر هتطلع لي برضو ايه راشنال نمبر 1 ملتبلاي 2 2 5 ملتبلاي 3 15. دي معنى كلوجر ان احنا زي ما قلنا اسره مع بعضين، اعمل راشنال ملتبلاي راشنال لازم الانسر تطلع ايه راشنال. خلاص تمام، دي معنى كلوجر. طب كوميوتيتيف معناها ايه؟ معناها ان انا ممكن ابدل عادي، يعني 1 اوفر 5 ملتبلاي 2 اوفر 3، لو جبت 2 اوفر 3 في الاول و 1 اوفر 5 في الثاني عادي، هيبقى كده كوميوتيتيف. هل هيبقى نفس الانسر 2 ملتبلاي 1 2 3 ملتبلاي 5 15؟ نفعت صح؟ اه هيبقى نفس ال يبقى دي كوميوتيتيف. طب ان انا ابدل ما بينهم دي ما فيهاش مشكله. الاسوشيتيف لو انا بعمل ملتبلاي لثلاث حاجات 1 اوفر 3 ملتبلاي 2 اوفر 5 ملتبلاي 1 اوفر 4. اوكي باخد كل اتنين مع بعض اعملهم الاول واللي يخلص اعمله مع التالت بس، يعني ما بعملش التلاتة مرة واحدة كده، لا باخد كل اتنين واللي يطلع اعمله مع التالت. ماشي كده؟ دي معنى associative. طيب multiplicative identity معناها مثلا يقول لي 2 over 9 multiply كام تطلع لي 2 over 9 برضو، ده بنسميها المراية. كم؟ 1 1. برافو عليك. ال 1 دي تعتبر هي المراية في المالتبليكيتيف. فاكر في الاديتيف يا احمد؟ اه 5 اوفر 3 بلس كام يديني 5 اوفر 3؟ كانت كام؟ 0 0. هنا في المالتبليكيتيف هو مين؟ ال 1. اي نمبر ملتبلاي 1 يطلع ايه نفسه. تمام. طيب ملتبليكيتيف انفرس 2 اوفر 9 ملتبلاي كام يطلع 1؟ قال لي شقلبه النمريتور دينومينيتور والدينومينيتور نمريتور 9 اوفر 2. 9 اوفر 2 تمام كده. لو نيجاتيف 4 اوفر 5 تبقى ايه؟ 5 اوفر نيجاتيف 4 يدينا 1، يبقى نيجاتيف 5 اوفر 4. النيجاتيف دي زي ما هي ماليش دعوه بيها، لكن بشقلب الايه الفراكشن الارقام. طيب ده المالتبليكيتيف انفيرس. ماشي ماشي. طب فاكرين الاديتيف انفيرس يعني نيجاتيف 2 اوفر 5 ايه الاديتيف انفيرس بتاعتها؟ بغير الساين بس، بص 2 اوفر 5 بص 2 اوفر 5. لكن في المالتبليكيتيف انفرس بشقلبه ماليش دعوه بالساين، الساين احطها زي ما هي، لكن بشقلب الايه الدينومينيتور نوميريتور والنوميريتور دينومينيتور. يعني لو نيجاتيف 1 اوفر 3 هتبقى بوزيتيف 1 اوفر 3. لا النيجاتيف تفضل نيجاتيف زي ما هي، يبقى 3 اوفر نيجاتيف 3 اوفر 1. ماشي. انا قصدي يا مستر في اللي هو ايه ان احنا نبدل الساين نيجاتيف 1 اوفر 3 النيجاتيف زي ما هي، يبقى نيجاتيف 3 ولا النيجاتيف زي ما هي. ماشي. طيب الديستريبيوشن دي الديستريبيوشن بيقول لي لو انا عندي تو اوبريشن يعني اديشن وملتبلاي في نفس الوقت، يعني يقول لي مثلا 5 ملتبلاي 2 بلس 3، دي معناها ان 5 معمل لها ملتبلاي 2 بلس 3. ماشي تمام. بعمل انا ايه؟ باخد اعمل ديستريبيوشن للملتبلاي ده على ال 2 وال 3 ازاي؟ 5 ملتبلاي 2 بلس 5 ملتبلاي 3. واحد يقول لي طب ما كنت تعمل 2 بلس 3 5 5 ملتبلاي 5 25 على طول صح؟ مش كده اسهل؟
لا ممكن اعملها كده وممكن اعمل ديستريبيوشن زي ما انا عايز. اول يعني 5 هعمل مالتبلاي 5 تايم 2 10 بلس 5 تايم 3 يبقى 15، هتطلع برضو ايه 25. والديستريبيوشن دي لازم مسألة تيجي لك في الامتحان على الديستريبيوشن، نشوف شكلها النهاردة. ماشي. ماشي. هو دوت ملخص الدرس بتاع النهاردة. تعال نحل بقى الاكسرسايز اللي عليه. ماشي. هو طبعا الدرس مقسوم نصين، الفكرة الأولى بتاع المالتبلاي والديفايدد اللي هو النموريتور باي نموريتور والدينوميتور باي دينوميتور، والفكرة التانية بتاعت الايه البروبرتيز على المالتبليكيشن. تمام. هو بادئ بالايه بالبروبرتيز، بيقول لي مالتبليكيتيف ايدنتيتي اوف ذا راشنال نمبر از. حنان تقولها. المالتيبليكاتيف ايدنتيتي 1 1. طيب ذا مالتيبليكاتيف انفرس يا احمد اوف ذا نمبر 3 اوفر 7. سفن اوفر 3 مستر. 7 اوفر 3 صح، 7 اوفر 3. طيب حنان مالتيبليكاتيف انفرس اوف ذا نمبر نيجاتيف 4 اوفر 9. نيجاتيف 9 اوفر 4. ممتاز. احمد ذا مالتيبليكاتيف انفرس اوف ذا نمبر نيجاتيف 6. 6 بس بوزيتيف 6. لا ده كده انت جبت الاديتيف انفرس، مش احنا قلنا نشقلبه؟ نعم. فانا شقلبه ازاي؟ هو في دينومينيتور ولا ما ما فيهوش؟ فيش دينومينيتور اصلا. طب ينفع تحط له؟ 1 اه ماشي شقلب بقى هتبقى يبقى 1 نيجاتيف 1 1 اوفر نيجاتيف 6. 1 اوفر 6. صح، برافو عليك. حنان the multiplicative inverse of the number 3 and a half. تعرفي تحولي الميكس ده الامبروبر؟ 3 نعم. هعرف. ماشي. هعرف. ايوه قول. احط التو دي زي ما هي. هنحط التو زي ما هي وهنعمل وهتبقى 7. صح، 3 ملتبلاي 2 بلس 1. 3 ملتبلاي 2 6 بلس 1 7. الملتبليكاتيف انفرس بتاعته بقى اوفر 7. 2 اوفر 7. ماشي. السؤال اللي بعده يا احمد ده ملتبليكاتيف انفرس اوف 0.5. شقلبه. طب ده شقلبه ازاي؟ ازاي بقى؟ 0.5 ده اللي هو 5 اوفر 10 صح؟ شقلبه بقى خليها 2 اوفر 5 بس كده. حنان the multiplicative inverse of the number 1. 1 اوفر 1. ماشي. نيجاتيف 1 اوفر 1. لا احنا قلنا مش هنغير الساين يا احمد الا في الاديتيف بس. في المالتيبليكيتيف الساين زي ما هي. ماشي. يبقى 1 اوفر 1 اللي هو 1 يعني. طيب multiplicative inverse of the number negative 1 يعني تبقى negative 1 over 1. 1 over negative 1. هي هي يعني. negative 1 over 1. طيب حنان the multiplicative inverse of the number negative 3 over 5 all to the power 0. اي حاجة power 0 بكام؟ انا نسيت. كم اي حاجه باور اي حاجه باور زيرو بتطلع كام؟ تطلع ب 1. يبقى نجيب الملتيبليكاتيف انفرس لل 1. ماشي. اللي هي 1 اوفر 1. يبقى 1 اوفر 1 اللي هي 1 برضه. ذا ملتيبليكاتيف انفرس اوف ذا نمبر، النمبر دوت يعني ابسوليت فاليو لنيجاتيف 3 اوفر 5. 5 over 3. 5 over 3 صح. طب وفين النيجاتيف؟ تحت ال قدام ال 5. لا
في راحت النص. مع الابسوليوت فاليو، مش ده ابسوليوت فاليو؟ الابسوليوت يبقى فاليو ده بي ايه؟ بيطير النيجاتيف. ماشي. ماشي. طيب حنان، the rational number a minus 1 over 5 has a multiplicative inverse if a not equal كام؟ if a not equal 1. ليه بقى؟ لان احنا عملنا لان هو بيقول لي a not equal وهو المفروض ان هو يعني لو قال لنا ايه not equal نقط نعمل من النومريتور. ماشي. هو قصده ايه هنا؟ قال له في نمبر معين ما ينفعش اشقلبه، اللي هو مين؟ زيرو. الزيرو ده المفروض زيرو اوفر كام؟ اوفر اي حاجه، اوفر 1 مثلا. هل ينفع يبقى الانفرس بتاعه 1 اوفر زيرو؟ لا، ما ينفعش الدينومينيتور يكون بزيرو. خلاص. فعشان كده بيقول لي الاي دي لو هي بقت ب 1 يبقى 1 ماينس 1 زيرو، اجي اشقلبه 5 اوفر زيرو مش هينفع. ماشي. طيب اخر ماشي. سؤال يا احمد، the rational number which has no multiplicative inverse. في نمبر ملوش multiplicative inverse. زيرو؟ ايوه زيرو، صح. دي على الايه؟ على البروبرتيز بتاعت الملتبلاي والديفايد. ماشي. اللي تحت بيقول لي 2 over 3 multiply negative over 5 يا حنان. هي negative over 5 multiply كام؟ 2 over 3. ماشي. أحمد 7 multiply كام يديني 1؟ 1 over 7. ماشي. طب حد يعرف يعمل دي 2 multiply كام يديني 3؟ مش عارف. ماشي. بص انا هعمل ايه، مش انا عايز 3 واحط 3 فوق، وعايز اطير ال 2 احط ال 2 تحت. ماشي. 5 ملتبلاي كام يديني 7؟ 7 اوفر 5. 7 فوق دي اللي انا عايزها، واشيل ال 5 دي ازاي احط 5 تحت؟ ماشي كده. يعني ممكن اقول 3 ملتبلاي اي حاجه تديني 4، تنفع عادي، سهله اجيبها. فهمتوا الفكره؟ ماشي. طيب حنان لازم اعمل الستيبس دي طبعا. لا، ممكن اعملها على طول، بس انت هتجيبها ازاي؟ ما لازم تعمل لها ستيبس. ماشي. حنان 2 over 3 multiply 3 over 2 equal كام؟ equal 1. مش سامعني؟ يا احمد؟ سامع حضرتك بس بالعافية. طيب ماشي، اعلي صوت يعني ولا هو بيقطع؟ سامع حضرتك بس بالعافية. لا 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 لا، هو تمام كده بالظبط. ماشي. طيب يا احمد، negative 4 over 5 multiply كام يديني برضو negative 4 over 5؟ نيجاتيف 4 اوفر 5. 4 اوفر 5 تديني 4 اوفر 5 بوزيتيف ولا زيرو؟ ملتبلاي زيرو هتطلع زيرو. احنا قلنا ايه الملتبليكيتيف ايدنتيتي؟ 1 1 1. صح. حنان نيجاتيف 4 اوفر 11 ملتبلاي كام تطلع 1؟ ملتبلاي negative 1 multiply 1 تطلع 1؟ لا لا غلط.
4 over 11 positive. ممتاز، بس مش positive بقى، انت دايما تغير الساين مش عارف ايه. 1 الساين بتبقى زي ما هي. زي ما هي نيجاتيف زي ما هي 11 over 4 11 over. طب لو انا حطيتها بوزيتيف هتطلع نيجاتيف 1، لكن انا عايزها 1، يبقى هي هي نفس الساين، عشان نيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف ايكوال بوزيتيف. تمام كده. تمام. طب حنان 2 and 3 over 5 ملتبلاي كام ايكوال 1؟ two and three over five دينا هيبقى هنحط الفايف. ماشي. بعديها بديها two over three. هعمل 2 ملتبلاي 5 10 10 بلس 3 30 يبقى 5 اوفر 30. ماشي كده. طيب ماشي. احمد كام ملتبلاي 0.8 ملت ايكوال 1؟ 0.8 دي اللي قلنا ايه 8 اوفر 10. يبقى انا احط هنا كام؟ ماشي. ايت اوفر 10. مش هقلبها بقى. 10 اوفر 8 اصلا. ايوه اوكي. ايوه 10 اوفر 8. ماشي. طب حنان 4 ملتبلاي كام يديني نيجاتيف 5؟ 4 تايم كام يديني نيجاتيف 5؟ شرحتها لك من شويه في الجنب هنا. لو انا عايز اي نمبر ملتبلاي اي نمبر بعمل ايه؟ لو عايزين نمبر ملتبلاي اي نمبر نعمل اللي هو زيرو تايم زيرو او تايم وان. لا مش قصدي. فاكره لما قلت لك 5 ملتبلاي كام تديني 7؟ طب اعمل ايه؟ هنعمل نيجاتيف 5 over 4. ايوه كده صح. ماشي ننزل نشوف افكار تانية. المفروض المسائل اللي احنا بنسيبها حنان دي بتكون هوم وورك خلاص، اللي احنا بنحله خلاص واللي بنسيبه بيكون هوم وورك. 3 over 5 multiply 2 over 7 يا أحمد. كم؟ 3 over 5 multiply 2 over 7. 3 time 2 5 و 5 time 7 45. 3 multiply 2 6. 5 multiply 7 35. ماشي حنان negative 1 over 2 multiply 2 over 3. هنعمل 1 times 2 equal 2 2 times 3 equal 6. طيب هنا negative و positive احنا قلنا لو مختلفين بحط positive ولا negative؟ لو هما مختلفين بنحط النيجاتيف. صح. مش لو ديفايدد فاكر بنعملها ازاي احمد؟ لو هي ديفايدد بحط الاولاني ده زي ما هو. والديفايدد احولها الملتبلاي. وبدل 3 over 7 تبقى ايه؟ 7 over 3 مظبوط؟ 7 over 5 7 over 3 3
وبعدين اعمل بقى نموريتور باي نموريتور ودينومينيتور باي دينومينيتور. تمام. 4 ملتبلاي 7 28 ممتاز. 5 ملتبلاي 3 15 50. حنان وانا مش لاقي اللي احنا بنحله ده في الكتاب، مش عارف ليه. خلاص بحل الاكسرسايز اللي عندك، ممكن عشان الكتاب بتاعي قديم شوية. طيب ماشي ماشي حنان يلا. هنعمل هنشقلب اللي هو ال 5 over 2، هنخليها 2 over 5. ماشي 2 over 5 ونعمل تايم. ماشي نعمل 1 times 2 equal 1 times 2 equal 2 و 6 times 5 6 times 5 equal 3 30 صح. طيب وهنحط النيجاتيف. ماشي صح تمام كده. ماشي هناخد بقى على الايه، على الديستريبيوشن. هو الانفرس اسهلهم، اسهل من شقلب على طول صح، ما عندوش وقت. طيب تعالى نشوف دي بيعملها ازاي. الديستريبيوشن دي لازم مسألة بتيجي في الامتحان ماشي، فلازم نكون ايه عارفينها كويس. كل الارقام الكتيرة دي دلوقتي انا عندي 5 over 12 multiply 3 5 over 12 multiply 13 plus 5 over 12 times 9. انا دلوقتي بشوف كل ترم مع بعضه، يعني 5 over 12 multiply 3 ده بعتبره حاجه واحده، ما دام ملتبلاي يبقى هم حاجه واحده، ما دام في بلس ودولهم ديستريبيوشن. ما دام في بلس اقف، وفي كمان واحد اهو 5 over 12 multiply 9 مش ده برضه بعتبره ايه حاجه واحده. خلاص هل في حاجه متكرره في الحد الاولاني والحد الثاني؟ 5 over 12 5 over 12 ماشي، باخد 5 over 12 دي على جنب وافتح براكت، هروح للحد الاولاني اقول له انا خدت منك 5 over 12 يتبقى لك كام؟ 3 هنا بلس، احط بلس 9. اروح للحد الثاني اقول له انا خدت منك 5 over 12 على فكره يتبقى لك كام؟ 9 يبقى 5 over 12 تايم 3 بلس 9 3 بلس 9 اللي هي كام؟ 12 12 يبقى 5 over 12 multiply 12 على 12 دي بتروح مع 12 دي يعني equal 5. ماشي تعالوا حنان تساعدني في تاني واحدة دي. هنعمل 4 over 9 ونفتح البراكت. انا هحدد كم ترم عندي الاول، انا في question 3 ماشي. تمام بحدد انا عندي كام ترم، first term مادام في بلس اقف واعمل ايه، second term. يبقى انا المفروض هيبقى عندي bracket وجواه 3 terms ماشي، وبره ايه المتكرر فيهم هما التلاتة؟ ال 8 over 17 ماشي. اخده بره كده الاول ترم ده اقول له انا خدت منك 8 over 17 يتبقى انا الفول ماشي كملي، والسكند ترم بلس ال 9 ماشي واخدنا منه ال 8 over 17 بعديها نعمل بلس ال 4 واخدنا منه ال 8 over 17 ماشي 4 بلس 9 بلس 4 اللي هي 17 يعني 8 over 17 multiply 17 هتروح ال 17 دي مع دي وهيبقى النتيجة 8. ماشي سهلة دي ولا صعبة؟
سهلة جدا. ماشي، دي لازم مسألة بتيجي في الامتحان، فاهم يا أحمد ولا لسه؟ ماشي، تحل معايا واحدة. النت عندي مش كويس، بس صوت بيقعد. طب ما عرفتش، ما سمعتش المسألة اللي فاتت؟ لا، سمعتها. طيب تعال حل معايا، دي صعبة شوية. ماشي، دي فيها كام ترم؟ 1 1 2 2 3 3 3. ايه المتكرر فيهم هما الثلاثة؟ ال 13 7 over 13. ماشي، باخد 7 over 13 بره وافتح براكت، ابقى عارف ان جوه البراكت ده في كام ترم هيطلع لي. المفروض 3، 1 2 3. طيب اول ترم ده خدت منه 7 over 13، يتبقى لي كام؟ اتبقى لي 6. 6. الترم التاني خدت منه 7 over 13، يتبقى لي كام؟ 8. ايه. الترم التالت ده 7 over 13 مفهوش، مفهوش، انا اعتبره كان ملتبلاي كام؟ 1. وان، لان لازم يطلع لي ثيرد ترم، دي اللي بتلخبط دايما في الامتحان، بيقوموا حاطين الترم التالت ده زيرو. ماشي، لكن انا ما دام شلت ده لازم احط بداله ايه؟ 1، بس هنا نيجاتيف، انا اخليها نيجاتيف 1. ماشي، ماشي، 6 بلس 8 14 ماينس 1 13، يعني نفس الفكره 7 اوفر 13 ملتبلاي 13. 13 تروح مع 13 يعني ايكوال كام؟ 7. صفر، مش كده؟ ماشي، ده كان درس النهارده ليسون 4، هيتبقى لنا المره الجايه ان شاء الله اخر ليسون في يونت 1، ويبقى كده خلصنا الليسون وناخد عليها امتحان ان شاء الله. كده هنخش في الجبرة بقى. هنخش في الايه؟ في الجبرة. وممكن ناخد جيومتري، نبدل شوية لو انتوا بتاخدوا في السكول جيومتري بحيث انا تبقى بروح معايا. المدرسة اصلا. ماشي، بسأل كده اشوفهم خدوا لحد فين. ماشي 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 حنان، عرفتوا الهوم ورك ماشي بتاعكم؟ اه.